بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا طلاب الصف الثاني الثانوي على قناة مستر الأستاذ لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل تدريبات الكتاب بتاعك جيم من عام 2022 مع المنهج بتاعك، مستمرين مع الوحدة الأولى الدرس الأول والثاني. إن شاء الله النهارده هنتناول جين إكسرسايز تدريبات عامة على الدرس 1 و2 من الوحدة الأولى. التدريبات بتاعتنا بدايتها على صفحة 29 من كتاب جيم من عام 2022 على بركة الله. بسم الله الرحيم. نبدأ الجملة في تشوز، بتقول لك Life guards are trained on، وجاي في فراغ CPR as they save people from drowning. Life guards بيقولوا عليهم الحراس بتوع الشواطئ، شباب بيقول لك ايه، حارس للحياة، يعني بيحرس الناس اللي قاعدة على الشواطئ بتعوم وما إلى ذلك، إنهم لا قدر الله حد منهم يحصل له حاجة ويغرق. فبيقول لك ان حراس الشواطئ مدربين على ايه بقى؟ CPR. CPR اللي هو عمليه انعاش الرئه، واللي بيقولوا عليه التنفس الاصطناعي، تمام، لانقاذ حياه الناس من الغرق والعياذ بالله. يا ترى مع الفعل ناخد doing مع CPR ولا making ولا inventing ولا designing؟ doing بمعنى يقوم بفعل كذا، ماشي، ودي تناسب CPR. موجود عندك مصطلح في الكتاب، لما نقول دو سي بي ار بمعنى يقوم بعمل تنفس صناعي او انعاش للرئه. ميكينج المعنى الحرفي ليها يصنع، انفنتنج المعنى الحرفي ليها يخترع، الديزايننج المعنى الحرفي ليها يصمم. طبعا بعيد عننا تماما، نرجع لدوينج علشان مع سي بي ار تعمل مصطلح اجابتنا للجمله رقم 1. 2 بيقول لك فيها ماي فادر هاز ا لارج كاربنتري، ابي لديه ايه بقى؟ كاربنتري، كاربنتري معناها ما شيء له علاقه بالنجاره، تمام، ايه، اند هي اولويز، وهو دايما فيكسز ثينجز ات اور هاوس، دايما بيصلح لهم الحاجات في البيت. نقول ايه بقى؟ تول ولا ديفايس ولا كيت ولا تروما؟ طيب انا هبص كده على حته كاربنتري دي، شايفها انت كاربنتري، خد معاها كلمه كيت. كلمه كاربنتري كيت معناها ادوات نجاره، ادوات نجاره، الشاكوش والمسامير والحاجات والمبرد والحاجات اللي بيستخدموها ايه اخوانا النجارين دي في العمل بتاعهم، تمام، بيسموها كاربنتري كيت، ودي موجوده برضو عندك مصطلح. طب كلمه تول المعنى الحرفي ليها اداه، ودي بنتكلم بيها عن الحاجه الواحده اللي هي ليس لها علاقه بالكهرباء، الادوات اللي هي ليست كهربائيه، اداه واحده زي المنشار لوحده، زي الشاكوش لوحده، زي الاشياء دي لوحدها. كلمة ديفايس بمعنى تقنية أو آلة، ودي ممكن تكون كهربية، تمام، وتروما اللي هي المعنى الحرفي عليها صدمة، تمام، ودي ملهاش علاقة أساسا بالموضوع بتاعنا. فبنأكد على كاربنتري كيت بمعنى شنطة أدوات لها علاقة بالنجارة أو شنطة نجارية دي، تمام تمام. نروح للجملة اللي بعدها، تلاتة بقول لك فيها The government insists on، الحكومة بتصر على إيه؟ وجاي في فراغ an action to prevent people، كلمة اكشن بمعنى فعل، لكي تمنع الناس from polluting، من تلويث ذا نايل، النيل. طيب ايه بقى اللي الحكومة بتصر عليه؟ making an action ولا encouraging ولا avoiding ولا doing؟ طيب انا عندي do ومعاها ايه؟ ومعاها action. do an action بمعنى يقوم بفعل شيء معين او يتخذ فعل معين او يعمل شيء معين. الحكومة مصرة انها تعمل حاجة ضد الناس اللي بتلوث في النيل. نروح الجملة رقم 4 اللي بيقول لك فيها We went to a special course to learn how to get first to get فراغ to accident victims. بيقول ان احنا هو التحق او موجود في مقرر خاص علشان يتعلموا منه ازاي يدي first، كلمة first معناها اولي او اول كذا، to accident victims، ضحايا الحوادث. ايه بقى first؟ ايه اقول first help ولا first aid؟ لحظة نرفع الشاشة قدامنا عشان العلامة اللي ظاهرة دي، نقول first help ولا first aid ولا first drug ولا first operation. انا عندي حاجه اسمها first aid اللي بيقولوا عليها بالعربي اسعافات اوليه، مش حاجه اسمها first help مساعده اوليه، ولا drug اللي هو عقار وتنفع بمعنى مخدر، ولا حتى operation عمليه جراحيه. نقول first aid بمعنى اسعاف اولي او اسعافات اوليه، اجابتنا الوحيده الصحيحه في رقم 4. 5 بيقول لي فيها the doctors said that the boy was، الاطباء قالوا ان الولد ماله كان ايه بقى؟ جاب فراغ and didn't need medicine، ولم يكن بحاجه الى دواء. طيب يبقى الواد كان ايه بقى؟ average بمعنى متوسط، ولا hurt بمعنى مصاب، ولا common
كومن بمعنى شائع، يعني ايه شائع؟ يعني حاجه مش غريبه. ونورمال طبيعي، هنقول نورمال طبيعي هي اجابتنا، ودي المقصود بطبيعي يعني حالته كويسه، الحاله الصحيه على الطبيعه اللي خلق عليها ربنا، ما عندوش مشكله باذن الله ولا مرض ولا اي حاجه. نورمال بمعنى طبيعي اجابتنا الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 5. 6 بيقول لك فيها children are advised to visit a dentist، الاطفال بينصح ليهم ان هم يزوروا طبيب الاسنان. طيب ها ايه بقى؟ to keep their teeth healthy، عشان يحافظوا على اسنانهم بصحه جيده. يا ترى gradually تدريجيا ولا regularly بطريقه منتظمه ولا scarcely نادرا واختها rarely نادرا؟ لا احنا عايزينهم يزوروا، عايزينهم يزوروا طبيب الاسنان regularly، كلمه regularly بطريقه منتظمه. جمله رقم 7 بقول لك فيها we will have to wait for، سوف يتحتم علينا ان ننتظر لمده كذا 3 weeks، هي مديك 3 اسابيع for the results للنتائج. طيب ناخد لها another ولا ناخد other ولا others ولا else؟ هناخد another. طيب another المعنى الحرفي ليها بالعربي اخر، ودي بيجي في العادي وراها اسم مفرد، وينفع يجي وراها جمع بالشكل اللي انت شايفه ده لما يكون بيتكلم عن ازمنه او مسافات، وده متحقق في الجمله اللي قدامي. ده اللي خلانا خدنا another وما خدناش اي اختيار غيرها. طبعا other دي ينفع يجي وراها اسم جمع او اسم غير قابل للعدد، واذرز ينفع تشير، طبعا الطبيعي بتاعها انها بتشير الى اسم جمع سبق ذكره، وإلس ما تجيش مع صياغ بالشكل اللي معانا ده، لكن تيجي مع كلمات زي someone else، زي anyone else، anything else، حاجات زي كده يعني، ما تجيش مع الصياغه اللي احنا شغالين عليها. احنا بناكد ان احنا خدنا نظر علشان جاي وراها زمن زي ما انت شايف كده، هو لان الثلاث اسابيع ده زمن، ده اللي خلانا خدنا نظر اجابتنا الصحيحه في الجمله رقم 7. نروح الجمله رقم 8. 8 بيقول لك فيها محمد صلاح became the first Egyptian footballer to win a major European A. محمد صلاح أصبح أول مصري، أول لاعب كرة مصري تحديدا يفوز ب major، كلمة major معناها رئيسي، وكلمة European معناها أوروبي. A match مباراة، trophy كأس، reward مكافأة، ولا present هدية؟ طب محمد صلاح خد حاجة اسمها trophy، خد كأس، تمام؟ ودي الإجابة في الجملة رقم 8. 9 بقول لك في اه بقى جاب فراغ arrive at work at 9 sharp، انا كذا اوصل شغلي الساعه 9. كلمه sharp معناها بالضبط. My boss is very strict، رئيسي في العمل رجل حازم. ناخد need بمعنى في حاجه الى، needn't النفي بتاع طبعا تمثل الضروره في الحاضر، needn't ده النفي بتاعها في الحاضر، mustn't فيها منع او نهي او حظر باب، ولا have to. طب هو بيتكلم عن عمل، والعمل ده له مواعيد والوصول في ميعاد محدد، ورئيس العمل صعب، والدنيا دي كلها، يبقى الشخص ده لازم يقول ايه؟ I have to. I have to arrive at work at، لازم اوصل في شغلي الساعه كذا، لان احنا قلنا have to تمثل الزام خارجي من قوه اعلى منك. العمل ده طبعا ما فيش فيه هزار. Have to الزام في الحاضر اجابتنا في الجمله رقم 9. عشان اقول لك فيها سوها جاب فراغ work such long hours، سوها كذا انها تعمل مثل هذه الساعات الطويل، تمام. she can complete her work tomorrow، ممكن تخلص شغلها بكره، تكمله بكره. طيب يبقى نقول doesn't have to، طبعا انا واضح من الجمله اللي قدامي انه بيتكلم عن حاجه لها علاقه بالمستقبل، وبيتكلم في فكره عدم ضروره في هذا المستقبل. يبقى نقول doesn't have to ولا must ولا has to ولا mustn't؟ يبقى هناخد doesn't have to، لان احنا لسه قايلين ان الجمله اللي قدامي تمثل عدم ضروره، وهذه العدم ضروره لها علاقه بين المستقبل بدليل كلمه tomorrow، فده اللي خلانا خدنا doesn't have to، هي مش محتاجه تعمل ده. اجابتنا الصحيحه الوحيده في الجمله رقم 10. 11 بقول لك فيها شي بقى فراغ هوم يسترداي، هي كذا المنزل بالامس، بيكوز هير ليتل سان واز سيك، لان ابنها الصغير كان مريض. يبقى كده هو دي قعدت في البيت ولا ما قعدتش؟ قعدت، وكان وجودها في هذا المنزل، وجودها في المنزل كان شيء هي مجبره عليه، يعني ضروره، وهذه الضروره كانت في الماضي بدليل كلمه يسترداي. طيب يبقى نقول نيدنت ستاي عدم ضروره في الحاضر، ولا هاد تو ستاي ضروره بالاثبات في الماضي، ولا نيدنت هاف ستيد اللي معناها بالعربي انه لم تكن هناك حاجه لاداء فعل معين بس هي عملته، يعني هي ما كانتش محتاجه تقعد في البيت وراحت قعدت، لا ده ابنها كان عيان، يبقى دي مش تنفع. طيب نيدنت هاف تو ستي، ودي بتشير الى عدم ضروره في الماضي لفعل شيء، وعشان مش ضروري انت ما عملتوش. الجمله اللي قدامي بتقول ان السيده دي تحتم عليها انها تقعد في البيت امبارح ان ابنها كان مريض، فعشان كده هناخد لها هاد تو ستي اجابه صحيحه في الجمله رقم 11، تعبر عن ضروره في الماضي.
ماشي. بقول لك فيها يوبع جاي فراغ رايد ا بايسكل ان ذيس بارك، انت كذا ان تركب عجله في المنتزه ده. اتس فوربيدن، خد بالك من حته فوربيدن دي. فوربيدن المعنى الحرفي ليها ممنوع، يبقى نقول لك ماسنت ولا نقول لك نيدنت ولا نقول لك دونت هاف تو ولا ارنت الاود. انا هاخد ماسنت هنا هو اجابه واحده صحيحه. طيب يجي حد يقول لي يا مستر طيب احنا ما خدناش نيدنت عشان دي بتمثل عدم ضروره ودونت هاف تو تمثل عدم ضروره في الحاضر. تمام، طب ليه ما خدتش ارنت الاود اللي هي قويه وتمثل منع وحظر؟ اقول له لو خدنا ارنت الاود كانت هتحتاج وراها حرف الجر تو قبل ما اجيب رايت. ارنت الاود تو رايت، بما ان تو مش موجوده يبقى مين اللي ينفع؟ مصنت لوحدها. اجابه هي صحيحه في الجمله رقم 12. 13 بيقول فيها ذا ويندوز لوكد كلين، الشبابيك تبدو نظيفه، يعني ده معناه ان هي ايه، حد نظفها. تمام، اي كذا ووش زم، انا اغسلهم، بما ان هي تبدو نظيفه كده محتاج اغسلهم انا؟ مش محتاج. يبقى اقول ايه، مصنت اللي فيها نهي او حظر، ولا كانت عدم قدره، ولا didn't have to عدم ضروره في الماضي. تمام، ولا am not to، انا هقول didn't have to. ليه؟ مش قال لك ان هو لوكد، لوكد ان هو الماضي من لوك بمعنى يبدو، وده الماضي منه، بدت شكلها نظيف يعني خلاص بدت انها نظيفه، يبقى منها باين عليها انها نظيفه، يبقى انا ما كانش في عندي ضروره ان انا انظفها، فعشان كده اخترنا didn't have to التي تمثل عدم ضروره في الماضي لاداء شيء معين، وعشان مش ضروري انت ما عملتهوش، وده اللي خلانا خدنا didn't have to اجابتنا في 13. نروح ل 14 وكمان معاها نشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها. بيقول لك يو بقى جاي فراغ جو وين ذا ترافيك لايتس ار ريد، انت كذا انك انت تذهب لما يكون اشاره المرور حمراء. تمام، مصنت ولا دونت هاف تو ولا هاف تو ولا هاد تو؟ انا هاخد مصنت. طب ليه خدنا مصنت؟ لان مصنت تفيد النهي او المنع او الحظر البات. اشاره المرور حمراء يعمل حاجه، تقدر تعدي؟ لا مش هتقدر، يبقى يو مصنت جو، ممنوع تماما ان انت تعدي او تمشي لو اشاره المرور حمراء. 15 بقول لك فيها داز هي، طبعا وضع ده سؤال بدليل ان في وجود علامه استفهام وادي فعل مساعد. تمام، داز هي ايه بقى؟ تايب ذيس ليترز ناو، هل هو كذا انه ينسخ الجوابات دي دلوقتي؟ ها نقول ايه، هاز تو ولا هاد تو ولا ماست ولا هاف تو؟ انا هاخد هاف تو. ليه يا مستر؟ علشان داز في اول الجمله، طبعا ده سؤال، تجعل الفعل في المصدر، بما ان هي اهي موجوده فحضرتك تستخدم المصدر من هاف اللي هو هاف، يعني زي ما هي جايه على كده، ده اللي خلانا خدنا هاف تو، والجمله اللي قدامي سؤال اجابه صحيحه في الجمله رقم 15. 16 بقول لك فيها وي بقى فراغ pay for the tickets because my dad won them، احنا كذا ان احنا ندفع حق التذاكر لاني بابا دفع، لاني بابا فاز بيهم، بابا فاز بالتذاكر. طب بما انه فايز بيها يبقى ده معناه ان التذاكر دي ايه؟ ما كانش في حاجه للدفع ليها، مش محتاجين يدفعوا لها. طيب الجمله اللي احنا شغالين عليها هي جمله زمنيه، جمله زمنها ماضي، عارف بدليل ايه؟ بدليل كلمه won، فاز بيهم. يبقى ناخد didn't have to عدم ضروره في الماضي، ولا كانت يقول لك لا يستطيع، ولا have to ضروره في الحاضر، ولا had to ضروره في الماضي. انا هاخد didn't have to لانها تمثل عدم ضروره في الماضي، الاب فاز بالتذاكر، يبقى ما كانش هناك حاجه للدفع ليهم، وده اللي خلانا خدنا didn't have to اجابتنا الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 16. ننتقل لصفحه 30 عشان نكمل جين اكسرسايز. طيب على صفحه 30 جايب لك قطعه، القطعه اللي قدامك احنا طبعا انت معانا من السنه اللي عدت، من سنه اولى، ولو كنت ضيف جديد علينا مرحب بيك، وتشرفنا ان انت انضميت للقناه بتاعتنا. بنقول لك ان لما يكون في قطعه زي كده انا هقول لك الملخص بتاعها وبحلها كلها معاك باذن الله. القطعه اللي قدامي دي بتتكلم عن فوائد الجري، وبيعددها الكاتب اللي قدامك في مجموعه من الفوائد، منها مثلا ان هو بيحسن الصحه بتاعتك، بيمنع الامراض، بيخلي وزنك يخس، كمان بيحفز الثقه عندك، وكمان بيقلل الاستريس اللي هو الضغط انت ممكن تحس بيه، وكمان بيزيل اي نوع من انواع الـ 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 الاحباط او يعني او الارتباك اللي انت ممكن تكون ايه، تكون حاسس بيه، او اي نوع من انواع الاكتئاب. تمام، طيب لكن يا جماعه حكايه الجري مش مجرد ان واحد يجري وخلصنا، لا، ده الجري ده عمليه لازم تكون طبعا ايه، منظمه ومنتظمه، ويكون الجري ده طبعا، الجري طبعا من مميزاته الكتيره جدا انه مش محتاج معدات، انت كل الحكايه محتاج حذاء رياضي وزي رياضي وتجري زي ما انت عايز، بس طبعا الجري ده بيكون ليه زي ما قلنا ايه، معايير، وما يكونش زياده عن اللازم،
بحيث انه ما يكونش ليه مضار اكتر من منافع. طبعا من ضمن مميزات الجري اللي ذكرها الكاتب عندنا هنا هو انه بيؤدي للتركيز وبيؤدي للانضباط وكمان بيعمل تناسق في الجسم بتاعك مع العقل مع كل حاجه. طيب نشوف كمان ليه ميزه تاني كمان يعني تذكرتها دلوقتي نقولها، انه بينظم عمليه امتصاص جسمك للاكسجين. طيب ندخل على الاسئله وهنبدا بتشوز، وفي تشوز هنحل لك الجمله على طول. What is the main idea of the first paragraph in this article؟ خد بالك من الحته دي، هو عايز الفكره الرئيسيه في الفقره الرابعه مش في القطعه كلها. خد بالك من الحته دي. تمام؟ خد بالك من الحته دي. طبعا الاجابه للسؤال ده هي الاختيار دي اللي هو بنخططها بعدين نقول لك الاجابه. There are many running clubs and teams you can become involved in. اتنين بيقول لك ايه؟ What is the author's main purpose for writing this passage؟ ايه الغرض الاساسي للكاتب من كتابته لهذه القطعه؟ انه الحرف سي to persuade readers to try running، طبعا عشان يقنع القراء ان هم يجربوا ان هم يجروا. على صفحه 31 بنكمل القطعه ووصلنا للسؤال رقم 3 بيقول لك running strengthens your، الجري بيقوي your ايه؟ ايه اللي بيقوي الجري؟ بيقوي ثلاث حاجات معنا. heart lungs and muscles، بيقوي القلب والرئتين والعضلات. فاربعة بيقول لك the word protects، the words protects your body from bacteria and disease. الصياغة دي اللي بيقول لك انه بيحمي جسمك من البكتيريا والامراض، بتشير لايه؟ حسب الجملة اللي قدامي، القطعة اللي قدامي، بتشير لحاجة عندك اسمها immune system، جهاز المناعة. أسئلة تشوز بنحلها كده قدامك زي ما أنت شايف بالتخطيط. طيب تمام، أمال الـ WH بقى اللي فيها كتابة، إحنا بنجيبها لك مكتوبة وهنقول الإجابات مع بعض. السؤال خمسة بيقول لك running requires many things، الجري بيتطلب حاجات عديدة. mention two at least، اديني اثنين من هذه الأشياء اللي بيتطلبها الجري. نقول لك يا سيدي حاجتين من الأشياء اللي بيتطلبها الجري. discipline انضباط، ماشي. perseverance، ها تمام. وكمان عايز حاجة اسمها concentration. ال perseverance اللي هو المواظبة، والconcentration التركيز. قال لي ثلاث حاجات مش حاجتين، هو عايز إيه؟ عايز حاجتين، إحنا قلنا له ثلاثة. نرجع للسؤال اللي بعده اللي هو ستة. find four benefits، هات لي اربع فوائد of running، من الجري for the health and mind، للصحة وكمان العقل. طيب احنا هنقول لك الفوائد اللي هو عايز. بص يا سيدي، هنقول running strengthens your heart lungs and muscles، تمام. ايه كمان؟ it ان هو عايد على running يا شباب. it develops coordination، بتطور التناسق. and makes you more aware of your body، عندك دراية وعي ووعي بجسدك. It gives you energy، بتديك طاقة. by increasing your oxygen intake، عن طريق انه زي ما قلنا ايه، بينظم امتصاص او بيزيد امتصاص جسمك للاكسجين. It can help you stay more focused، بيقوي التركيز عندك في المدرسة and school، because exercise helps، لان طبعا ايه التدريبات بتساعدك في ده. طيب نروح للسؤال رقم سبعة، احنا لسه على القطعة. بيقول لك فيها how does running boost the person's mood، ازاي الجري بيعزز المود بتاعك، مود اللي هي الحاله المزاجيه اللي انت عليها. اديني مثالين للموضوع. طيب نشوف، نديك مثالين على حكايه تعزيز الحاله المزاجيه. running boosts your confidence، بيعزز الثقه عندك. running has the power to eliminate depression، وكمان بيؤدي الى ازاله الدبريشن اللي هو الاكتئاب اللي ممكن بيكون ايه حاسس بيه. طيب ماشي، ننتقل لسؤال جديد. السؤال الجديد اللي جاي طبعا ايه الترجمه، هيطلب الاول ترجمه الى اللغه العربيه ثم ترجمه بعد كده اللغه الانجليزيه. طبعا هو مش هيجيب العدد ده من الجمل في الامتحان، بس احنا بندربك عليه، انت في سنه ثانيه دلوقتي وعارف ازاي تترجم، وكمان خدت مجموعه من القواعد للترجمه في العام الماضي في سنه اولى، بس ده ما يمنعش ان احنا برضو لما نيجي نترجم هنحكي مع بعض ثاني. الجمله الاولى كيف فيها؟ A healthy lifestyle has become more important with the spread of new diseases. Healthy food and sport are the most important factors of it. طيب جميل جدا، بنفكر بحاجات يا شباب، احنا قرينا، بنقول ان احنا لما نيجي نترجم نقرا القطع، نقرا الجمله، نقرا اللي جايبه، نقراه عشان نفهم هو بيحكي عن ايه، وبعد كده الخطوه، الخطوه الثانيه نبدا نشوف الكلمات اللي صعبه علينا ونحاول نخمن معناها من خلال صياغه الجمله. طيب healthy lifestyle، ايه اللي ممكن يكون عندك صعب؟ كلمه lifestyle، lifestyle بمعنى اسلوب حياه مثلا. طيب ايه تاني؟ ايه الكلمات الثانيه اللي ممكن تكون صعبه؟ يعني كلمة spread بمعنى انتشار، كلمة diseases بمعنى أمراض، هي دي الكلمات الصعبة يعني؟ إيه تاني ممكن تكون كلمات صعبة؟ كلمة factors مثلا، كلمة factors معناها عوامل. طيب ابدأ بقى ترجم، ها يبقى نقول إيه؟
نقول اسلوب الحياة الصحي تمام اصبح اكثر اهمية مع انتشار الاوبئة الحديثة او الامراض الحديثة او الامراض الجديدة. فالطعام الصحي والرياضة هي اهم عوامل هذا او اهم عوامل هذا الشيء. احنا كده ترجمناها مع بعض. طب بص كده لما نجيبها لك بقى مكتوبة قدامك وتتفرج عليها في صياغة سليمة. لحظة بس ان ايه نطلع الشاشة قدامك عشان تبقى شايف الجملة. لقد اصبح اسلوب الحياة الصحية اكثر اهمية مع انتشار الامراض الجديدة، ويعتبر الطعام الصحي والرياضة اهم عوامل. تمام. طيب نروح الجملة اللي بعدها. في جملة رقم 2 بيقول لك كورونا فيروس known as COVID-19 has caused great changes to our lifestyle and countries' economies. These changes are expected to remain with us for many years to come. طيب كورونا فيروس احنا ربنا يعافينا زهقنا منها الكلمه دي، كل الناس بقت عارفه. والله لو جبت واحد في الشارع قلت له يعني ايه كورونا فيروس هيقول لك فيروس كورونا. يعني حكايه سهله. طيب COVID-19 نفس الكلمه اللي الناس كلها عرفتها والله. has caused great changes in lifestyle سألين. كلمه economies اللي هي الاقتصاديات بتاعت الدول، changes تغييرات، expected متوقع. طب ايه؟ ايه يعني الكلمات الصعبه هنا؟ نبدا نترجم. ها فيروس كورونا والمعروف بـ COVID-19 سبب تغيرات. كلمة جريت أنا مش بمعنى يعني عايز تقولها عظيم ماشي، عايز تقولها خطير قول زي ما أنت عايز، لأسلوب حياتنا وكمان اقتصاد الدول ماشي. هذه التغيرات من المتوقع أنها تظل معنا والأعوام قادمة عديدة. طب نشوف بقى ترجمتها بقى بلغة عربية سليمة. أحدث فيروس كورونا المعروف بـ COVID-19 تغيرات كبيرة لأسلوب حياتنا ولاقتصاد الدول، ومن المتوقع أن تظل هذه التغيرات معنا لمدة سنوات. نروح لجملة رقم 3 واللي بيقول لك فيها Tourism is the second most important source of hard currency in Egypt. It also adds much to our national income. Therefore, the government gives due care to it. طيب Tourism اللي هي السياحة. طيب second most important source of source كان معنى مصدر، وهارد كرنسي بيقولوا عليه العملة الصعب ماشي. It also adds much to our national income. Our national income اللي هو الدخل القومي. طيب كلمة therefore معناها ومن ثم. طيب كلمة give due care بمعنى يولي اهتمام، يعني يولي الاهتمام المناسب أو الملائم. خلاص يا سيدة دي احنا حددنا الكلمات الصعبة، تعال نترجم مع بعض. ايه بقى الترجمة بتاعت الجملة ده هي؟ إن السياحة هي ثاني أهم مصدر للعملة الصعبة في مصر، وهي كذلك تضيف الكثير إلى الدخل القومي، الدخل القومي طبعا بتاع مصر، ومن ثم فإن الحكومة توليها الاهتمام المناسب أو الملائم. طب تعالى نشوفها كده مكتوبة. إيه يا سيدي؟ السياحة هي ثاني أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، كما أنها تضيف كثيرا إلى الدخل القومي، لذلك توليها الحكومة الاهتمام اللازم. تمام؟ يعني الحكاية بإذن الله بسيطة جدا مش محتاجة أي تعقيد. طيب نرفع لك الشاشة بس عشان نشوف الجملة اللي عليها الدور. الجملة رقم 4 بيقول لك فيها Egypt's youth are renewable energy that must be invested and benefited from. With their efforts, we can have a great nation and achieve progress in various fields. طيب Egypt's youth هم الشباب، renewable energy بمعنى طاقة متجددة، invested بمعنى يتم استثمارها، benefited from بيستفيد من، with their efforts we can great nation achieve progress بنحقق التقدم. كلمة فارس بمعنى متعدد. طب نقول ايه مثلا؟ ان شباب مصر طاقة متجددة يجب استثمارها والاستفادة منها، بما فبجهودهم او فبمجهوداتهم يمكن ان نكون لدينا دولة عظيمة ونحقق التقدم في المجالات العديدة. يعني ادينا ترجمنا. تشوف بقى لما نصيغها في صياغة سليمة، ان شباب مصر هو طاقة متجددة يجب استثمارها والاستفادة منها، فبجهودهم يمكن ان نحظى بأمة عظيمة وتحقيق التقدم في كل المجالات. طيب نروح لجملة رقم 5 واللي بيقول لك فيها The World Health Organization، ده اسم منظمة الصحة العالمية، regards clean water and food as one of، كلمة regards بمعنى ينظر لي أو يعتبر أو كده يعني. نحط عليها خط عشان تبقى شايفها. يبقى نقول تاني The World Health Organization regards clean water and food as one of the primary rights for human beings, thus it calls for fighting pollution. جميل جدا. ان منظمة الصحة العالمية تنظر او تعتبر ان المياه النظيفة والطعام واحد من
الحقوق الأولى، كلمة برايمري معناها أولي، الحقوق الأولى للبشر أو للإنسان زي ما تقول، قول مفيش مشكلة معنا تمام، وهكذا أولي هذا تمام. فهي تنادي بمحاربة التلوث. شوف بقى الجملة لما اتكتبت، تعتبر منظمة الصحة العالمية المياه النظيفة وتعتبر، عفوا مش تعتبر، تعتبر منظمة الصحة العالمية المياه النظيفة والطعام أحد الحقوق الأساسية للجنس البشري، ولهذا تدعو إلى مكافحة التلوث. طب نروح للجملة العربي الثانية اللي فاضلة، اللي هي جملة إنجلش طبعا هنحولها العربي. بيقول لك youth are not only the partners of today but also the leaders of tomorrow. Youth are full of energy and enthusiasm to learn, act and achieve. طيب تعال بقى يا سيدي نقول ايه partners بمعنى شركاء، طيب leaders بمعنى قادة، كلمة enthusiasm بمعنى حماس، يبقى نقول ايه؟ نقول ان الشباب ليسوا فقط شركاء الحاضر بل قادة المستقبل. يبقى شوف انا بقى ترجمت ازاي؟ تمام. فهم مليئون بالطاقة والحماسة للتعلم والأداء والإنجاز. طب شوف بقى لما كتبناها وصغناها كده في كلام متركب مع بعضه، الشباب ليسوا فقط شركاء اليوم ولكنهم قادة المستقبل، فهم مليئون بالطاقة والحماس للتعلم والعمل والإنجاز. طيب هنيجي دلوقتي للترجمة من لغة عربية إلى لغة إنجليزية. طبعا ده في مجهود اكتر شويه من ان انت تحول من انجليش لعربي. يؤكد العلماء ان الالتزام بالاجراءات الاحترازيه هو انجح الوسائل للتغلب على فيروس كورونا، حتى مع وجود اللقاحات التي قد تستغرق فتره طويله للتاكد من فاعليتها للقضاء على الفيروس. طيب بنفكرك بنصائح السنه اللي عدت ونقول لك اني خد بالك من الجمله، شوف زمانها ايه، الكلمات الصعبه اللي عندك فيها هتلاقيها انت كلمات سهله تمام، وابدأ صيغ الجملة وحافظ على زمانها وصيغها صيغة سليمة، استخدم علامات الترقيم النقطة والكومة وعلامة الاستفهام لو سؤال والدنيا دي كلها تمام. وزي ما قلنا خلي كلامك منظم ومنسق عشان ايه، عشان تقدر تركبه على بعض. تعال كده نشوف الجملة دي لما صغنيها لك في صياغة لغة سليمة، شوفها بقى ازاي. Science asserted that keeping precautionary measures، اللي هي بيقولوا عليها اجراءات احترازية، is the most successful way to، يا اما نقول beat coronavirus او overcome، يعني كلمة beat دي تنفع تمام وكلمة overcome تنفع، انا عايز تقول دي ماشي دي ماشي. Even with the presence of vaccines، اللي هي اللقاحات، that may take a long time to ensure their effectiveness to eliminate the virus. تمام. طيب نروح للجملة الثانية واللي بقول لك فيها، نفخر جميعا بعلمائنا المتميزين امثال احمد زويل وفاروق الباز، اللذين قاما بانجازات علميه كبيره ساهمت في تقدم البشريه في مجالات عديده في كل انحاء العالم. بنأكد يا شباب على المعلومات اللي لنا شويه زمن وعلامات ترقيم والدنيا دي كلها ناخد بالنا منها. ماشي خد بالك من المجموعه، نفخر جميعا، نفخر. طب فين ده؟ هنا في ضمير مستتر بالنسبه لفكره العربي. شوف بقى لما جينا نصيغها باللغه الانجليزيه عملناها في صياغه سليمه، وي جبت منين وي دي؟ ده احنا مش كنا بنقول نفخر، اقول لك نفخر نحن اهي. We are proud of our great science such as احمد زويل and فاروق الباز who made great scientific achievements that shared، يا اما shared in او contributed to the progress of humanity in many fields all over the world. نرجع للجمله اللي عليها الدور، الجملة تحديدا رقم 3 ودي موجودة على صفحة 32 من كتاب جيم من عام 2022 شباب. بيقول لك في الجملة 3، أصبحت كرة القدم صناعة كبيرة تجذب الكثير من الاستثمارات وتدر أرباحا أكثر من العديد من الصناعات الأخرى، كما أنها تلقى اهتماما إعلاميا أكبر من الرياضات الأخرى. طيب طبعا أصبحت دي جملة فعلية، احنا ما عندناش في اللغة الإنجليزية جملة فعلية، يعني الجملة اللي بتبدأ عندنا بفعل اسمها جملة أمرية. شوف بقى انا عشان اخلي اقول ايه، كرة القدم اصبحت تمام. شوف بقى انا عشان اعملها انجليزي شوف خليتها ازاي، هقول كرة القدم اصبحت football has اهي مضارع تاني، football has become a big industry which attracts a lot of investments and makes greater profits than many other industries. نرفعها لفوق شوية تمام. In addition it receives more media
interest او ممكن نقول coverage، يعني تنفع نقول interest ماشي coverage ماشي than the other sports. تمام؟ طيب ماشي نشوف، ارفع لك بس الشاشه لفوق شويه عشان نجهزها للجمله اللي جايه، جمله رقم 4 دي اخر جمله في الترجمه اللغه العربيه. بيقول لك فيها الكتاب صديق الانسان وهو واحد من افضل الطرق لتوسيع المعرفه واشباع رغبات المثقفين، لذا يجب تشجيع الاطفال والشباب على القراءه في مختلف المجالات. طيب نبص بقى على الترجمه بتاعتنا اللي بتقول لك a book is considered man's friend، صديق للانسان، and it is one of the best ways to widen knowledge and fulfill cultured people's needs. عايز تقول needs ماشي، عايز تقول wishes ماشي. That's why we should encourage children and young people to read in all different fields. طيب تمام ماشي كده الجمله الترجمه خلصت. طيب قبل ما نكمل باقي الجنرال اكسرسايز بنقول لك شوف جيم جايب لك ايه؟ جايب لك حاجه اسمها انريتش يور فوكابلري. يعني ايه انريتش يور فوكابلري؟ اعمل اثراء للفوكابلري بتاعك، جايب لك مجموعه من الكلمات اللي انت ممكن تحفظها وتضيف بيها لقاموسك كلمات. طيب وصلنا للسؤال رقم 4 اللي طبعا هنخليه ظاهر قدامك على الشاشه عشان تبقى عارف احنا بنحكي عن ايه. بيقول لك ايه؟ Write an essay about 180. يا لهوي ايه ده كله؟ شايف اهو الرقم اهو يا عم مختص 180 كلمه. ايه موضوعك يا باشا؟ How the internet has changed the world of work nowadays. كيف استطاع الانترنت في تغيير عالم العمل اليوم؟ الله ايه اللي بيحكي فيه ده مستر؟ اقول لك يا سيدي، واخد بالك انت من ساعه ما حصلت حكايه كورونا فيروس ربنا يعافينا جميعا من كل اوبئه ومن كل مرض، ناس كتير بقت تعمل شغلها منين؟ بقت تعمله من البيت. طب هي بقت تعمله من البيت ازاي؟ ايه الشيء اللي خلاها قادره انها تعمله من البيت؟ الانترنت. لولا الانترنت كان الناس هتقدر تعمل شغل من البيت؟ لا. يبقى هنا هو الانترنت غير عالم العمل ولا ما غيرهوش؟ غير. ودينا اوحيت ليك بفكره ممكن تشتغل وتكتب عليها ازاي. في حاجه كده تلفت انتباهك لمستر، ايه المربعات اللي عاملها تحت دي؟ المربعات اللي عاملها تحت دي عاملها جيم عشان يقول لك وانت بعد ما بتكتب بعد ما كتبت الموضوع بتاعك راجع الحاجات دي مع نفسك. ده انا والله استخدمت مفردات جديده وتحديدا اربعه. والله ده انا لما جيت اصيغ الجمل صيغتها صح. ده انا لما جيت اكتب موضوع انشا عملت له جمله ايه؟ جمله مقدمه. كمان انا كتبت خاتمه للموضوع. كمان انا استخدمت علامه ترقيم سليمه. يبقى هنا كان بيقول لك ايه؟ الحاجات دي تذكرك لما تيجي تكتب موضوع انشائي ايه الحاجات اللي لازم تكتب وايه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. انتهى الجنرال اكسرسايز على الوحده الاولى، الدرس 1 و2 من المنهج الجديد بتاعك العام 2022، لكن باقي تدريبات المنهج ان شاء الله لسه فيها الكثير والكثير. انتظروا ان شاء الله مع المزيد من هذا مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت مدرسه شيماء الثانويه بن عرصواج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.